يوصي أطباء الأطفال الآن بإعطاء لقاح مرض كوفيد 19 للأطفال بعمر 5 ل 17 عاماً. بصفتك أحد الوالدين أو وصي، قد يكون لديك أسئلة مثل: هل لقاح مرض كوفيد 19 آمن حقاً للأطفال؟ أو هل من الضروري أن يحصل طفلك على لقاح مرض كوفيد 19؟ لقد وجدت كل من إدارة الغذاء والدواء FDA ومراكز السيطرة على الأمراض CDC أن لقاح فايزر لمرض كوفيد 19 آمن وسمحت باستخدامه بين الأطفال بعمر 5 سنوات وأكبر. يوصى بإعطاء لقاح مرض كوفيد 19 للأطفال بعمر 5 سنوات وأكبر تماماً مثل لقاحات الأطفال الأخرى. يعد التطعيم ضد مرض كوفيد 19 أفضل حماية ضد الإصابة بمرض شديد أو حدوث مضاعفات طويلة الأمد من مرض كوفيد 19. اعمل على تطعيم طفلك اليوم. لمعرفة المزيد عن لقاحات مرض كوفيد 19 تفضل بزيارة nyc.gov/covidvaccine أو اتصل على 4319268212.